رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفتنا في الاستوديو أخصائية التغذية هيا صمادي. طبعا ممكن كلمة تستمعوا فيها هلبة وفي يعني من يسأل أو يقول شين معنى مضاد الأكسدة، وهو موضوع خاص بالتغذية. معنا ضيفتنا هيا، هي اللي حتشرح لنا. صباح خير. يسعد صباحك وصباح كل المتابعين. تسلم يا رب. شنو مضاد الأكسدة؟ شن لما نسمع كلمة مضاد الأكسدة شن يعني لي الموضوع هذا؟ أكيد. هلا أول فكرة بتخطر عبالنا بس نسمع مضادات أكسدة هي عبارة عن مواد بتخفف نسبة الإصابة بمرض السرطان وغيره. هلا مضادات الأكسدة هي عبارة عن مواد بتنظف جسمي من السموم. هلا بطبيعة الأجسام العمليات الكيميائية والحيوية اللي بتصير بجسم الإنسان بينتج عنها بعض المواد السامة أو بعض التأكسدات اللي ممكن تصير. جسمي بطبيعته بيفرز بعض المواد المضادة للأكسدة لحتى تنظف جسمي من هاي السموم، لكن بالنسبة لنمط الحياة اللي بنعيشه، المواد الغذائية اللي بنتناولها في حياتنا للأسف تحتوي على مواد مؤكسدة بدرجة عالية جدا. فإذا الجسم المواد اللي بيفرزها لحتى ينظف حاله ما بتكفي، فنحن لازم ناخذها طبعا أكيد من العناصر الغذائية اللي موجودة حوالينا. طيب أنا بشوف هلا يعني عندنا عصير وعنا خضرة وعنا فواكه، وسألتك على كذا حاجة يعني تحت الهواء بس اتصدمت بصراحة، يعني تفاجأت إنه ممكن نعمل منها عصير. كيف ننظف جسمنا من المواد السامة اللي ممكن بتسبب لي مشاكل تانية احنا في غنى عنها؟ اكيد. هلا اذا بدنا نسال حالنا في الاول ايش من وين نقدر نحصل على المواد اللي بتاكسد، او ايش هي المواد اللي بتعملي تاكسد بجسمي؟ منها مواد غذائيه ممكن نتناولها مثل الوجبات الجاهزه، مثل الاكل المعلب، مثل الدخان، مثل المشروبات الغازيه، بعض خلينا نقول البيئه المحيطه فينا من اشعاعات، من مواد خلينا نقول مضافه مثل ملونات صناعيه، محليات صناعيه، كل هاي المواد مؤذية لجسمي. فإذا نحن دائما بدنا ندور على المصادر الطبيعية لنحصل على مضادات الأكسدة يلي بتقاوم عندي هاي التأكسدات اللي في الجسم. مضادات الأكسدة قد نلاقيها أكثر إشي في الخضار والفواكه. دائما نحن بنحكي إنه لازم ننوع في الخضار والفواكه يلي بنتناوله خلال اليوم. من الأسباب اللي نحن دائما بننصح بالتنوع هو إنه نحن نقدر نحصل على كل العناصر الغذائية وكل الفيتامينات والمعادن بشكل عام. فنحن لما نتناول نوع واحد من الأكل، لو تناولنا بكميات عالية رح نحصل على عدد محدود من العناصر الغذائية، لكن دائما لما ننوع بتناولنا رح نحصل على فيتامينات ومعادن أكثر. هلا أنا لليوم حضرت بعض العصائر اللي نحن بنسميها ديتوكس، بس قبل ما أشرح عنها بدي أنوه لنقطة مهمة جدا. بعض الأشخاص بيعتقدوا إنه نحن لحتى ننظف جسمنا لازم نمرق بنظام غذائي بسموه الديتوكس، اللي هو نتناول المشروبات اللي رح نحكي عنها اليوم بدون تناول أي عناصر غذائية أخرى. يعني مثلا الصبح صح؟ الصبح خلال اليوم بتناولوها كوجبات خلال اليوم بدون ما يتناولوا خبز بروتين، وهي المعلومة جدا خاطئة. صح الديتوكس جدا مفيد لجسمنا لينظف جسمنا، بس زي ما قلنا في كل العناصر الغذائية مهمة، يعني لازم نتناول نشويات، لازم نتناول بروتينات، حبوب، لازم نتناول كل العناصر الغذائية بالإضافة لتناولنا من هذا الديتوكس، هيك رح نساعد جسمنا بالتخلص من السموم. هلأ هاي الفكرة من الديتوكس اليوم، إنه نحن للأشخاص يلي ما بيتناولوا الخضار بكميات عالية ممكن نعطيهم خيارات صحية بأنهم يشربوا عصائر بديل كبدائل. دائما نحن بنقول عصير حاولوا تجنبوه، خذوا الفاكهة كما هي حتى نحصل على الألياف وكل العناصر الغذائية، المشبعات الغذائية، مش بس السكر الموجود بالفواكه. لهيك اليوم خلطنا شوي من العصير مع الخضار، وهون أنا حطيت حبة الفواكه كاملة ما حطيت عصيرها لحتى نستفيد منها كاملة، بالإضافة للخضار للي عندها مثلا أطفال ما بتناولوا خضار ما بيحبوا، أو هم في العيلة في البيت ما بيتناولوا خضار، ممكن نعمله بهاي الطريقة الصحيحة. ممكن تعرفينا عنهم واحد واحد؟ طب أول واحد رح أقربه شوي للكاميرا، هذا هو عبارة عن عصير فراولة، مكونه الأساسي فراولة وشمندر، اللي هو عندنا احنا البنجر. البنجر نعم.
هذا بيحتوي على الفيتامينات كاملة طبعاً، وبيقوي الحديد بسبب وجود البنجر فيه أو الشمندر، بيرفع الهيموغلوبين في الدم 100%، بيقوي الدم عنا. فلهيك نحن هذا العصير جداً مفيد، وبنفس الوقت أنا ما استخدمت فيه كمية من الفراولة بكميات عالية، استخدمته بكمية بسيطة لتعطي نكهة زاكية، وبنفس الوقت استفيد من الشمندر اللي موجود بقلبه. حطيت معه الموز كنوع من التحلاي، ممكن نستخدم العسل كنوع من التحلاي، ممكن تستخدم اي نوع فواكه حلوه ثانيه انت كنوع من التحلاي، ممكن نستخدم البيريز مثلا. امتى الوقت اللي ممكن انا يعني خصوصا الاطفال، يعني امتى الوقت المناسب اللي انا نعطيه فيه مثلا اسبوعيا يوميا لو بنقدر يوميا بيكون كثير افضل. في حال انا كان ابني ما بتناول الفواكه او الخضار او عم بيغلبني فيها، فانا بفضل انه هاي العصائر تكون بشكل يومي، بتكون بين الوجبات الاساسيه، طبعا ما بنعطي اياها كوجبه اساسيه، هي بتكون كوجبه خفيفه بين الوجبات، وبنفس الوقت بننوع خلال الاسبوع، مره بنعمل من هذا مره بنعمل من هذا، بننوع للطفل لحتى يقدر يحصل على اكثر كميه عناصر غذائيه ممكنه. طيب هلا بالنسبه لهذا العصير، طبعا هذا العصير فكرت انه كيوي، هو فيه كيوي، استخدمنا فيه الكيوي، استخدمت فيه بشكل أساسي السبانخ. استخدمنا السبانخ، وطبعا السبانخ دائما بنعرف انه لازم نحط معه شويه ليمون لحتى يساعدني اكثر على امتصاص الحديد، فضفت عليه عصره ليمون، ضفت معه تفاح اخضر، ضفت معه فلفل حلو اخضر بس بكميه بسيطه، لانه الفلفل الحلو طعمه شوي ميكس ميكس، بس ما راح تحسي يعني هلا بتذوقيه وبتقولي لي رايك. وبنفس الوقت حطينا معه شويه حليب خالي الدسم. حلو. الأشخاص اللي عندها حساسية من الحليب أو ما بتفضل الحليب ممكن تستبدله عادي بمي، بيصير مثل العصير، ما في داعي للحليب. طيب شو عنا تاني؟ أوكي. عنا هون العصير هذا يمكن شوي معروف للناس، اللي هو برتقال مع جزر. جزر، وهذا أطيب حاجة بصراحة، أطيب شيء. هذا غني بفيتامين A، لأن نحن زي ما بنعرف الجزر غني بفيتامين A والكاروتينويد، فإذا رح نلاقي هاي الفيتامينات العناصر الغذائية موجودة بهذا العصير. حلو. أوكي. خلطنا زي ما قلنا خضار مع فواكه، هو الهدف منه نخلط. وممكن نبدل كمان الحليب بالمية 100%. أنا هون قلت استخدمت مي. حلو. طيب عندنا آخر حاجة عندي، نعم، وهو عصير تفاح أصفر مع هون استخدمت الجريب فروت العصير، ما استخدمت الحبة الكاملة لأنه شوي الفتل ممكن يضايق الناس، فاستخدمت عصير جريب فروت، استخدمت التفاح الأخضر، عفوا التفاح الأصفر، واستخدمت معه الفلفل الحلو الأصفر، بس دائما الفلفل الحلو بندخله يعني بكميات بسيطه. بندخله مع الفاكهه طبعا، بس هو هذا الشيء الغريب اللي هو في ما رح تحسي بطعمه. هلا الفواكه رح تغطي على طعمه. حلو. بس رح تاخذي الفائده من فيتامين سي اللي موجود فيه. حلو. فهذا نحن فينا نعتبره يعني سيترس، عصير سيترس كله لذيذ بالضبط. اها. طيب اغلب العصاير تو اللي موجوده عندنا فيها نسبه حديد عاليه، هي تعطي الجسم نسبه الحديد العاليه، هل مثلا اكثر الاحصائيات تجي عند او اكثر مثلا المرضى نقولوا احنا اللي يلتجئوا للاسلوب التغذيه هذا هم فقيري الدم بالنسبه للهيموغلوبين؟ في نسبة أشخاص وبالذات الأطفال بيعانوا من نقص الحديد. هلأ صرنا بزمن للأسف مش بس الحديد عندنا فيه مشكلة، منلاقي نقص الحديد أو فقر الدم منتشر بشكل كتير كبير، بس حتى الفيتامينات مثل فيتامين دال مثلا منتشر جدا نزوله جداً، صح فعلا. فعشان هيك نحن دائما بنقول ننوع في تناولنا عشان نحصل على كل العناصر الغذائية. هلأ أنا كمان اليوم ركزت على الفلفل الحلو، يعني حطيتهم فيهم كلهم تقريبا فلفل حلو لفوائد فيتامين سي، بما أنه نحن بالشتاء اغلب الناس بتعاني هلا من الزكام ومن نزلات البرد، فيتامين سي رح يكون جدا مفيد. كثير في ناس ما بيحبوا يتناولوا الخضره كما هي، فعشان هيك خلطت لهم اياها مع الفواكه عشان نتشجع اكثر انه نتناول. اخر شيء في موجز ان احنا نحكوا على الخضر اكيد، وممكن الكميات اللي ممكن نستخدمها في هذا الغذاء اكيد. هلا نحن هون حطيت الخضار اللي انا تقريبا استخدمته بالعصائر اللي عملتها اليوم. زي ما قلت دائما وزي ما دائما برجع بعيد بقول دائما الالوان بتلفت العين بتلفت النظر، فبالخص للاطفال اذا انا دائما بحط صحن زي هيك قدامهم افضل من اني احط صحن شوكولاته او تشيبس قدامهم يكون تحت عينهم، دائما هيك منظر الصحن الخضار والفواكه بيكون ملفت للطفل انه هو ياخذ وياكل ويجرب. فانت اغسليهم وخليهم موجودين، في أطفال ممكن بعمر صغير نخليهم مقطعين، بهاي الطريقة دائما بنشجع الطفل إنه يتناولهم.
الحصص الخضار والفواكه نحن دائما بنقول من 3-5 حصص من الخضار يوميا واللي هو الحصة الواحدة بتعادل كوب من الخضار الني، او بنقول لازم نتناول كمان 2-4 حصص من الفواكه بالاضافة للخضار. حصة الفاكهة نحن بنحكي عنها حبة موزة، هاي حبة الموزة بدي اقول لك اياها، بنعتبرها حصة فاكهة. بدنا نحدد حصة الفاكهة لأنه تناولها بشكل كتير كبير طبعاً رح يعطينا بالآخر نسبة سكر، فالموزة بهذا الحجم نحن بنعتبرها حصة فاكهة. تمام؟ نحن إذا بدنا نحكي تفاحة بغض النظر عن لونها بهذا الحجم تقريباً بتعادل عندي حصة فاكهة. تمام؟ فإذا حتى الفواكه والخضار بدنا نتناولها بكمية معتدلة عشان ما ناخد كميات من السكر خلال اليوم مرتفعة. حلو، استفدنا كثيرا وجدا جدا من ممكن كيف ممكن نعطي لون جديد وشيء جديد للطفل، او زي نحن مثلا نحن محتاجين لفيتامينات وزي ما قلتي الاشياء اللي ناقصه خصوصا في الوقت الاخير بين الحديد وبين الفيتامينات الاي والدال. شكرا جزيلا ضيفتي هيا الصمادي ومشكورة جدا لسعة رحبك انك انت وريتينا شن ممكن نستفيده من الخضرة. شكرا لك ويعطيكي الف عافية. مشاهدينا راجعين ما تمشوش بعيد، فاصل واكيد معانا نرجع لأميمة واخر فقرة ما تمشوش بعيد.